أعزائي المشاهدين، على المحبة نلتقي مرة أخرى. تعتبر حقيقة صلب المسيح من القضايا الجدلية الكبيرة بين المسيحيين والمسلمين، حيث يتفق الفريقين على واقعة الصلب ويختلفون في شخصية المصلوب، إذ يقول المسيحيون بأن المصلوب هو شخص الرب يسوع المسيح، فيما ينكر المسلمون ذلك، ويقولون بأن المصلوب شخصاً آخر هو مسلم المسيح، أو في بعض الروايات أحد التلاميذ المتبرعين بأخذ آلام المسيح عوضاً عنه. وهذا ما كنت أظنه أنا أيضاً، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولكن هل صليب المسيح فعلاً؟ فإذا كان قد صليب فعلاً فلماذا شبه لهم؟ صلب أم لم يصلب؟ ولنستطيع أن نصل إلى إجابة صحيحة، يجب علينا أن نصل إلى أصل الخبر ومصدره، لنتأكد من صحته ونقيم معطياته ونقيس مصداقيته ومنطقه. فما هي مصادر المسيحية وشهودهم على صلب المسيح؟ لقد كان أحبتي تلاميذ المسيح أكثر الناس قربا منه، يتنقلون معه ويقيمون معه، يأكلون ويشربون معه، عاشوا معه ملصقين له، يتعلمون منه ويأخذون من حكمته ووصاياه. هم من بلغ رسالته ونشر إنجيله. فهل اعترف التلاميذ بصلب المسيح أم أنهم أنكروا صلبه؟ فهذا يوحنا تلميذ المسيح كان شاهدا على صلب المسيح وبلغ عن ذلك في إنجيله، وكذلك فعل متى ومرقس تحت إشراف بطرس ولوقا الذي كتب ما حدث بكل التفاصيل نقلا عن العذراء مريم أم المسيح، وكتبت كلها في القرن الأول الميلادي، أي قريبة من نفس المكان والزمان. كما شهد على صلب المسيح الكثير من المحايدين من دون الطرفين، وهم كثر، ومنهم المؤرخ الروماني الملحد كرونيليوس سنة 55 بعد الميلاد، وهو من أعظم مؤرخي روما القديمة، حيث ذكر قصة صلب المسيح بالتفصيل. وكذلك من المؤرخين اليهود جوزيفوس سنة 37 إلى 97 بعد الميلاد، والذي ذكر عن المسيح كل شيء وبالتفصيل حتى صلبه. وكذلك لوسيان الإغريقي ذاك المؤرخ الكبير الذي ذكر صلب المسيح وما تحملوه المسيحيون من أذى بسبب إيمانهم به. أما الإسلام والذي جاء بعد أكثر من 600 سنة من صلب المسيح وفي مكان بعيد جدا عن الواقعة وبدون شهود، فينكر صلب المسيح ويقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كما نعت المسيحيين بالضل. ولكن إذا ظلوا النصارى باعتقادهم بأن المسيح قد صلب، فمن هو يا ترى المسؤول عن ضلالتهم؟ أولم يروه مصلوبا كما شبه لهم؟ وكيف يحاسب الله قوما هو من أضلهم؟ وحاشا أن يفعل الله ذلك، ولكنه إن أراد أن ينجي نبيه فسينجيه بيد قادرة قوية، يرى الناس من خلالها صدق رسالة نبيه وحقيقة كلامه وانتصار الله له، فيصدقونه ويؤمنون برسالته تماما كما فعل الله مع إبراهيم ولوط وموسى ودانيال وداود وغيرهم الكثير من الأنبياء الذين نصرهم الله بكل قدرة ولم يخذلهم. فما الحكمة في أن يروا قتلة المسيح بأنهم نالوا منه وصلبوه حقا؟ أليس بالحري أن يريهم الله قوته ومجده في حماية نبيه؟ فلو كان نبيا لأنجاه الله وبلغ رسالته كما فعل مع أنبيائهم في السابق، فيتم رسالته كسائر الأنبياء. ولكن أحبتي، لقد تركه يصلب لأنه لهذا أرسل،
وبذلك أكمل، وبه تمت البشارة وكان الخلاص. فلله المجد في الأعالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يكون معكم ويدوم فيكم إلى الأبد، ولله المجد الدائم. آمين.